Good afternoon. مساء الخير سيدات ساداتي، نفتقد واحد من المتحدثين، ومتى أتى سنبدأ الجلسة. شكرا. أعتقد أننا يجب علينا أن نبدأ. فمرة أخرى السادة الضيوف الأعزاء، سيداتي ساداتي، أهلا بكم في الجلسة المسائية الخاصة بدور البرلمان في التصدي للتهديدات السيبرانية. اليوم هو دور خاص للغاية، لأن هذه إذا حصيلة دور أو عمل كثير مع البرلمانيين وعملهم مع الـ IGF، ويسعدني أن أكون منسقة العمل اليوم. اسمي تيريسا هيروسوفا، وأعمل إذا لخبرة سيبرانية. وقبل أن أبدأ الجلسة أود أن أقول بعض كلمات عن العمل. فالجلسة تترجم إلى كل لغات الأمم المتحدة، وهذا كذلك للمتحدثين أن يأخذها في الاعتبار وأن يتحدثوا ببطء. أمامنا ساعة وعشر دقائق تقريبا متبقية، وهذه الجلسة ستكون مختلفة قليلا عن الجلسات البرلمانية السابقة، لما نخطط إليه أن يكون هناك حوار حقيقي حول الموضوعات المطروحة. وقبل أن نبدأ بهذا الحوار، أود بداية أن أشكر جميع منظمين هذا المسار البرلماني، وسنستمع إلى ملاحظاتهم الافتتاحية. والمتحدث الآن عندنا السيد لي جون هوا، وكيل أمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، والذي سحينا من رسالة من الفيديو، فلو سمحتم نعرض الرسالة. عفوا، الصوت غير مسموع. عفوا، الصوت غير واضح عندنا على القناة. نعتذر مرة أخرى للسادة المستمعين، حيث أن الصوت غير واضح. نعتذر مجددا لعدم وضوح الصوت. Thank you.
السيد الأمين الوكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية، شكرا لدعمكم. والآن سنرجع أونلاين للسيد أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتن تشونغونغ، فهل نستطيع أن نستمع إليه؟ شكرا جزيلا سيدة المنسقة، أرجو أنك تسمعني جيدا. هناك في أديس أبابا نوع من دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم. تعتذر السيدة، لا تسمعني، هل تستطيع تسمعني الآن؟ شكرا، عفوا سيدي، شكرا، ليس نوع من دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم. وأود أن أبدأ بأشكر زملائي وكيل أمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للتعاون فيما بيننا، وبصفة خاصة في إطار منتدى حوكمة الإنترنت، فإن المسار البرلماني في هذا المنتدى هذا العام يركز وحقيقة على التعامل مع المخاطر السيبرانية، ويأتي في وقت النظام العالمي للحوكمة تحت الضغوط، وهذا واضح من مما نقوم به بصفة يومية ومساهمتنا من أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل حول العالم. ولذكر بعضها، فهناك أوكرانيا، اليمن، ليبيا، فنزويلا، مالي، فهذه بعض من الدول التي نعمل فيها، ونحاول أن نستخدم أدوات الدبلوماسية البرلمانية حتى نستطيع أن نيسر الحوار والحلول السياسية. ولذا أعتقد أن الملائم أن هذا المنتدى يأخذ عملية المخاطر السيبرانية كأحد إذن مصادر عدم الاستقرار في عالم المتصل رقميا، ومن ثم نحن في حاجة إلى توعية كبيرة على المستوى السياسي لهذا الخطر القائم والجهود المنسقة للتعامل معه. فلا بد أن نستخدم الأدوات الدولية المغنمة، مثل مثلا اتفاقية دولية للجريمة السيبرانية، واتفاقية مالابو للأمن السيبراني وحماية البيانات، ومن ثم فنحن منظمتنا تساهم في الحوار الدولي من أجل مناقشة مؤتمر دولي تجريم استخدام وسائل الاتصالات في الجريمة. فنحن إذن نستمع لوجهات نظر البرلمانية في العالم كجزء من توصيل الصوت البرلماني لهذا الحوار. فنحن هنا لضمان أن هذه الأداة تستند على حقوق الإنسان، وأود أن نسجل أن عنوان الحدث في 6 من ديسمبر هو خلق إذن مناخ سيبراني آمن للديمقراطية، فهو ذا الأساس. فسواء إذا نود الفضاء السيبراني ليسمح بالديمقراطية وتعزيز السلام، فنحن نقوم بإعداد كذلك توصية ستعبر عن موقف المجتمع البرلماني الدولي عن مخاطر جديدة للأمن العالمي من خلال الهجمات السيبرانية والجرائم السيبرانية. وأنا مشاركتنا في هذا المسار البرلماني الأجيفك أحد مقرري هذه السيد خوسيس بيدا من إسبانيا، هو بالتأكيد سيقوم
بالمشاركة في الحورة هذا الأسبوع، وأودي أن أعتقد أن نتائج اليوم والجلسات الثلاثة المسار البرلماني ستشكل خطوة أخرى في عملية بناء الرغبة السياسية في اتخاذ الإجراءات للتعامل مع الجرائم السيبرانية وجعل الإنترنت آمنا للجميع. وشكرا، وأتطلع إلى نتائج مداولتكم. شكرا، شكرا السيد الأمين العام، شكرا جزيلا لهذه الكلمات المشجعة. الآن سأدعو السيد تاجد شافو شخصيا، رئيس مجلس نواب الشعب الأثيوبي، فلتضم إلينا سيدي على المنصة. نعم، أود أن أعبر عن اعتذار سيد ممثل البرلمان لعدم تواجده هنا، فأنا أقوم بتمثيله وأنا عضو في البرلمان، وأنا أترأس مع لجنة العلاقات الأخيرة والشؤون الأمن في البرلمان الفيدرالي، السادة الأعضاء الأفاضل وسيداتي سادتي، نيابة عن ممثلي البرلمان الأثيوبي، أود أن أرحب بكم جميعا في أثيوبيا وفي الحديث في هذا المسار البرلماني لـ IGF 2022. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق شكري لكل من أتى منكم في أثيوبيا ليشارك في هذا الحدث IGF 2022، وأشكر المنظمين والمسار البرلماني بالتحديد لعقد هذا الاجتماع بنجاح. ويسرنا أن نقر بعمل البرلمانيين والمشاركين وهذا ممثلي إذن المنظمات المختلفة، السادة المشاركين الأفاضل، أود أن أبدأ ملاحظتي بالإشارة إلى دور البرلمان في الفضاء الرقمي، فمع تغير التكنولوجيا بسرعة فأن الأطر القانونية والتشريعية عليها أن تجاري ما يحدث، وكنتيجة فأن البرلمانات هي بالطبع الأماكن التي يتم وضع فيها التشريعات بما فيها الإنترنت و الإطار الرقمي، والبرلمانيين لاعبون أساسيون في حوكمة الإنترنت والسياسات المرتبطة الرقمية. أنا يسرني أن هناك مجال هنا للبرلمانيين كي يتحدثون مع الأطراف المعنية الأخرى ويتحدثون عن أفضل الممارسات والمعرفة وإذن القضايا الخاصة بتقدم حوكمة الإنترنت والتقنيات. ونحن إذا نتحدث البرلمان المختلفين والحوار مع الحكومات ونقوم بتوسيع إذا الأنشطة فيما بين دوراتنا من أجل تعزيز الحوار البرلماني حول القضايا سياسات القضايا الرقمية الأساسية والأنشطة الخاصة بتعزيز الحوار بينين البرلماني والتعاون. أنتم تعرفون طبعا أن هذا الحدث فرصة لضمان أن كل مواطن يستفيد من مستقبل أكثر رفاهية في أثيوبيا. قامت إذن بإعداد الاقتصادي الرقمي، ولكن نحن لابد أن نتحدث عن الإمكانيات الرقمية وأن يكون البرلمان أكثر والإنترنت أكثر رفاهية. ونعتقد أن بلادنا تحتاج إلى إجراءات تنسيقية من أجل حصد النتائج، ولكن كما تعلمون أن
الإنترنت وتقنيات الرقمية تتطلب إذن أطر ذهنية جديدة وريادة من وضع القوانين، ومن ثم كما هناك فرص فهناك تحديات. وأمن الإنترنت ودور الحكومات هما من أهمية من مكان، فهناك إذن التزامات الحكومات لضمان أن المناخ الرقمي آمن، وهذا بالطبع يتطلب قيادات سياسية لمواجهة جميع التحديات. إذا سمحتم لي لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد على بعض ما تقوم به مبادرات الحكومة الأفريقية خاصة ومبادرات برلماننا. فنعم، برلماننا يشجع الحكومة على البحوث والتطوير ولتقنيات جديدة، وكذلك إيجاد إذن بيئة تمكينية من أجل العاملين في المجال. وبرلمان حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية قام أثار أمور مثل حماية المستهلك، المحتوى، حماية البيانات والقرصنة، وحماية البيانات وغيرها إذن من المجالات. ومن بين الأطر القانونية التي قمنا بتطبيقها حتى الآن، والتي هي التي تناول الجريمة السيبرانية، وكذلك الرقابة على حوار الكراهية والتعاملات الإلكترونية، فنحن في جهدنا نحاول الحفاظ على الاتزان بين حقوق الإنسان الأساسية مثل الخصوصية والحق فيه حرية التعبير، وبين الحصول على المعلومات، بينما في نفس الوقت نأخذ في الاعتبار قيم أخرى مثل حماية المستهلك والابتكار وحرية الأعمال. سيداتي سادتي، أخيرا وليس أخيرا، فأود أن أتمنى لكم حوار اجتماع إذن حضوريا وأونلاين وناجحا، وبرلمان أثيوبيا ملتزم بأن لضمان أن الإنترنت والفضاء السيبراني يستمر مفتوحا وفي نفس الوقت آمنا وسالما. ونؤكد على أن لابد أن أي قانون خاص بالفضاء السيبراني لابد أن ترتكز على الإنسان وتأخذ المستخدمين في الاعتبار في الأساس. وشكرا لكم، وشكرا لكم جزيلا. شكرا سيدي لتبادل معنا كلمات الرئيس البرلمان الأثيوبي. والآن أود أن أستمر بالمناقشات التي بدأنا فيها والتي تؤكد كذلك على البعد للأطراف الأساسية للشركة في الـ IDF، لأننا هناك بعض البرلمان معنا وهناك أطراف أخرى. إذا سمحت لي سأخذ من متحدث هنا السيد إدموند شونغ، عضو مجلس إدارة أيكان ورئيس دوت إيشيا. كذلك عندي معي الرئيس السيد سامويل جورج، وهو نائب برلماني من غانا. وعندي السيدة ميا بوترا كامبولا، عضو في البرلمان الأوروبي. وكذلك معي كارلوس سيباستيان غارسيا، نائب برلماني من باراغواي. وأخيرا وليس أخيرا السيد جيمسون أولوفاي من من إذن تحالف في أبوجا. بالنسبة لي السؤال الأول يتعلق بأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في معالجة التهديدات السيبرانية. إذن ما هو الدور الذي تفكرون في أنه يتعين على أعضاء البرلمان أن
يطلع به في التصدي لتهديدات السيبرانية وتعزيز تعاون أصحاب المصلحة على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. ومن ثم أود أن أطرح عليكم هذا السؤال، ومن يود أن يبدأ؟ شكرا جزيلا لك يا تيريزا، ومرحبا بالزملاء الأعزاء. يسعدني ويشرفني التواجد معكم هنا في هذه الجلسة. في البداية يتعين علينا أولا أن نعرف ما هو المقصود بالتهديدات السيبرانية. إن تلك التهديدات السيبرانية من شأنها أن تلحق بالأذى والخسائر والألم على السمعة، على الأعمال وغيرها، بمعنى أن تلك التهديدات يمكنها أن تفرض وتؤدي إلى هذه الأضرار وهذه الخسارة. وأؤكد على أهمية هذا السؤال. فيما يتعلق بأهمية أعضاء البرلمان في هذا الصدد، فهذا نظراً للمصالح الشخصية، وأعتقد أن أعضاء البرلمان يتعين عليهم أن يأخذوا هذا المسار بجدية شديدة. نحن في نيجيريا نواصل القيام بأعمالنا ونحقق النجاح، وإني واثقة تماماً كما ذكر السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، قد ذكر في بداية المداخلة، فإن هذه الديمقراطية يجب أن تكون مستدامة، وكذلك الفضاء السيبراني ينطوي على تهديدات كبيرة، وذلك نظراً للشائعات وغيرها من المعلومات المغلوطة. إن أعضاء البرلمان كما هو الأمر في نيجيريا لدينا العديد من تلك اللجان، وبالطبع تلك اللجان تقوم بإعداد الميزانية فضلاً عن عدد من المسارات الأخرى. يتعين علينا أن نشارك كل هذه اللجان، سواء كانت لجنة اقتصادية أو اجتماعية أو مالية، عليها جميعاً أن تطلع بدور هام. علينا أن نفكر سوياً فيما الذي يمكن أن نقوم به. الخسائر فادحة، وبالتالي علينا كذلك أن نتأكد من إيجاد امتثال في المجتمع. بالأمس فإن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قد بدأت في إطلاق نموذج للقارة الأفريقية بشأن أمن شبكة الإنترنت، ويمكنك كذلك النظر إلى الموقع الإلكتروني لمعرفة هذا النموذج الخاص بالأمن السيبراني. لقد ذكرنا أننا نفقد نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي نظراً للجرائم السيبرانية، ولذلك بحاجة إلى أن ننظر عن كثب لهذه الأطر لأن نقلل من هذه الخسائر. علينا أن نتعامل مع هذه التهديدات السيبرانية بصورة جدية، وبالتالي هذا معناه أنه سيكون هناك نحو 4% زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن مواجهة التهديدات السيبرانية يمشي جنباً إلى جنب مع تحقيق التنمية، وعلى البرلمانيين أن نأخذ هذا على محمل الجد. شكراً جزيلاً. من الأهمية بمكان أن نستمع للجميع، وأنتقل إلى سباستيان. ماذا لديك؟ شكراً جزيلاً، وطاب يومكم جميعاً، وشكراً على إعطائي هذه الفرصة من أجل أن أشارككم بعض الأفكار، وأشكر المنظمين على هذا المنتدى. من وجهة النظر البرلمانية، فبالتالي فإن البرلمان يجب أن يعلم ما هو المقصود بالتهديدات السيبرانية، وبعد ذلك أن نأخذ هذا المنظور ونطبقه على النواحي الأخرى كنواحي إنسانية وغيرها. يتعين علينا أن نعرف التهديدات من وجهة نظر سيادة الدولة والأمن والدفاع، حتى نصل إلى مستوى معيشة الفرد العادي. إن الإنترنت يعتبر مجالاً مفتوحاً للحوار، وعلينا كذلك أن نتوقع ما الذي يمكن أن يتم. لدينا تحدي كبير نواجهه، والخاص بالتوجيهات السيبرانية والأمن السيبراني في مجال النقاش السياسي. علينا كذلك أن نفكر في الأمر من منظور فني، وأن نأتي بهذا المنظور وهذا البعد في إطار الحوار السياسي. إن ذلك من شأنه أن يعطيه دعماً
ملائما وكذلك من منظور تخصيص الموارد في إطار الميزانية. شكرا جزيلا. أمثل البرلمان الأوروبي وأؤكد على أننا لدينا 27 دولة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لدينا هذه التشريعات الوطنية. إن فهم الأمن السيبراني يعتبر أمراً يتجاوز الحدود القطرية والوطنية، بل أن لدينا مسؤولية كبيرة عندما نتعلق الأمر بمسألة التشريعات. في الوقت الحالي نحن نعمل على المتطلبات الخاصة بالأجهزة والمعدات المتعلقة بالأمن السيبراني. لدينا أكثر من 140 مليون نسمة، وهو السوق المتوفر لهذا المجال، وبالتالي يوجد العديد من الشركات العاملة في هذا المجال. أشدد على أهمية أعضاء البرلمان، نحن المسؤولون عن أمن وسلامة المجتمعات، وبالتالي نشير إلى هذا الأمن سواء داخل الشبكة أو خارجها. الأمر يتعلق كذلك بالنظر في المنشآت الأخرى، فإذا كان هناك أي هجوم على منشآت ومرافق المياه والكهرباء، فنفس الأمر ينسحب على أي هجوم على الشبكة. دورنا هو أن نحاول أن نقلل من هذه المخاطر وأن نحافظ على أمن المجتمع. إن زميلي في باراغواي ذكر أنه ليس كافياً أن نتعامل مع الأمر داخل البرلمان في وجود مهندسين. نحن نود المواطنون والأعضاء في لجنة الصحة، لجنة الأمن العام، لجنة التعليم، يجب على الجميع أن يكون على أهبة الاستعداد، ليس فقط أن يصبح مهندسا، ولكن أن يعرف تماما أنه دون الرقمنة ما من تنمية. علينا أن نكون آمنين، وإلا سيكون الثمن فادحا. شكرا جزيلا. هل من أفكار إضافية؟ يسعدني أولا في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنظمي هذه الطاولة المستديرة. كأعضاء في البرلمان يقع على عاتقنا مسؤولية، حيث أننا نتعاون بصورة مباشرة مع أعضاء الشعب. لدينا كذلك المسؤولية لتحقيق الأمان ليس فقط خارج الشبكة، ولكن على شبكة الإنترنت. نستخدم ذلك عن طريق استخدام التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تؤدي إلى مأسسة تحقيق الأمن السيبراني. وبالطبع الآن ننظر إلى كل دولة، وبالتالي علينا أن نفوق. في غانا في عام 2020 كان هناك القانون الخاص بتحقيق الأمن عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي لم نضع ذلك تحت مظلة وكنف وزارة الاتصالات والمعلومات، ولكن كذلك نقوم بالتأكيد على ذلك في إطار مجلس الوزراء برمته. هذه مسألة تتعلق بالأمن الوطني، وبالتالي علينا أن نحقق الأمن السيبراني. من ناحية أخرى علينا أن نواجه التهديدات السيبرانية، ولا سيما أنها لا حدود لها. يتعين علينا أن نعمل مع سائر أصحاب المصلحة الآخرين والمشاركة معهم من وقت لآخر. كما من الواجب علينا أن نعمل على إيجاد الإطار التشريعي الملائم، الأمر الذي سيمكننا من أحقق الصكوك الدولية مثل اتفاقية بودابست لتحقيق الأمن السيبراني. وأؤكد على أنه يوجد العديد من البلدان في القارة الأفريقية التي يتعين عليها أن تصدق على هذه الاتفاقية، يوجد 14 فقط قامت بالتوقيع عليها. كما يتعين علينا كذلك أن نوقع على اتفاقية مالابو، وبالتالي يمكن كذلك أن توقع أو أن تصدق عليها بتحفظات إذا ما كانت لديكم تلك التحفظات، وبالتالي يجب أن نشرع في تحقيق هذا. أخيراً وليس آخراً، كأعضاء البرلمان علينا في هذه الحالة أن نبدأ بتعليم وتثقيف مواطنينا بشأن أمان الشبكة والأمن السيبراني. علينا كذلك أن نطلب من المواطنين
أن يولج على شبكة الإنترنت، ولكن يجب أن يكون هناك مسألة السلامة والصحة عبر الشبكة، وهذا أمر في غاية الأهمية. يتعين علينا أن نبدأ في نشر الوعي بشأن سلامة المواطنين عبر الشبكة. شكرا جزيلا. فلنتحدث عن دور والمسؤوليات، ولكن ما هي مسؤوليات الأطراف الأخرى؟ بالطبع علينا أن نسمع وجهات النظر الخاصة بالبرلمان، ولكن ماذا عن أصحاب المصلحة الآخرين؟ شكرا جزيلا وشكرا على دعوتي. لقد سعدت بأن أستمع إلى أعضاء البرلمان وهم على استعداد للمشاركة في هذا الحوار. أحيانا ما يكون من الواضح أن ننظر إلى بعض المؤسسات الأخرى مثل مؤسسة الأيكان وبعض المؤسسات التقنية أن تنظر إلى أعضاء البرلمان، ولكن لا يوجد المزيد من التعاون في هذا الصدد. نحن نركز على الأدوار المختلفة لأصحاب المصلحة الآخرين لمجتمع حوكمة الإنترنت، ومن المهم للإنترنت بمكان أن ننظر إلى الأمور التي تؤدي إلى اتحادنا جميعاً. مثلاً إذا كان هناك مسألة السيادة الرقمية والتعامل مع الحكومات الأخيرة، ونحاول هنا أن نطبق كل هذه المفاهيم وأن نصل إلى المستوى التقني، سنجد أن هناك العديد من تلك التهديدات. بالطبع سنحاول هنا أن ننظر إلى إيجاد معايير ومواصفات، ولكن بالطبع يجب أن يكون هناك بروتوكولات وتشريعات تأخذ بعين الاعتبار مشاركة كافة أصحاب المصلحة. ولكن ما لم يتم الالتفات لذلك سيكون هناك مشكلة خاصة بالثقة. إن المجتمع الفني دائما ما يقول أنه لا يوجد شرطة للبروتوكول تقوم بفرض القواعد، ولكن علينا أن نفكر في كيفية التعامل مع بعضنا البعض. واسمحوا لي أن أتحدث عن بعض النقاط. أولاً، يوجد مجموعة من التهديدات المختلفة عبر شبكة الإنترنت، والمثال على ذلك هو نظام تحديد الإنترنت ونظام تحديد أسماء الدومين وعدم القدرة على استخدامها باللغات المحلية. الآن أسماء الدومين باللغة الإنجليزية فقط، وهذه هي من بعض التهديدات التي يتعين على جميع أصحاب المصلحة العمل سويا، بحيث يمكن أن يكون هناك عمليات للاشتراء، وكذلك يمكن أن يكون هناك أسماء للدومين باللغات المحلية. يمكن أن يساعد في ذلك أعضاء البرلمان عن طريق سن التشريعات ووضع القوانين واللجوء إلى مساعدة الصناعة التقنية والمجتمع المدني. بذلك يمكن أن يكون لدينا خارطة طريق. هذه هي بعض الخطوات التي نأمل أن نوضحها ومعرفة كيف يمكن لأصحاب المصلحة المختلفين المشاركة. شكرا جزيلا. وأشكرك على ذكر كل هذه الأطراف. الآن لدينا أندريات إسترهاوزن من جمعية الاتصالات التقدمية. أندريات، ما هو في رأيكم دور مسؤوليات المجتمع المدني من أجل مواجهة تهديدات السيبرانية؟ شكرا لك يا تيريسا، وأعتذر على تأخري للانضمام إلى جلستكم. أعود خطوة إلى الخلف. قبل الاستراحة كان هناك جلسة حول تمكين الأمن والسلامة عبر شبكة الإنترنت، ومن بين التحديات التي نواجهها الآن هو أنه علينا أن نفهم أننا بحاجة إلى مقاربة شاملة، ويوجد الكثير من الخطوات من أجل أن نحدد المفاهيم، وقد ذكر أحد المشاركين هذا الأمر. وعلينا كذلك أن نفكر في كيفية المساهمة مع احترام الآخرين. أعتقد أن المجتمع المدني يلعب دورا هاما في فهم ما هو أثر الأمن السيبراني وما هي طبيعة تلك التهديدات. هناك العديد من تهديدات الأمن السيبراني التي تستهدف ليست المؤسسات ولكن الشركات الصغيرة والأفراد، العيادات الطبية، الخدمات الاجتماعية على صعيد المجتمع المحلي.
وأعتقد كذلك أن المجتمع المدني يمكن أن يعرفوا أن هناك آثار مختلفة على الأعضاء المختلفين. قد يكون هناك مغالطات تتعلق بالنوع الاجتماعي وبالجنس، وبالتالي فإن هذا المستوى الخاص بتقديم أدلة لمختلف التهديدات السيبرانية وتنوعها وتنوع أثرها، هذا من شأنه أن يعلم المجتمع وكذلك أن يقدم المعلومات لأي نقاش بشأن الأمن السيبراني. نؤكد على أن المجتمع المدني يمكن أن يشير ويوضح بعض بهد التهديدات الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان أو المراقبة عبر الشبكة، وكذلك انتهاك وخروقات حقوق الإنسان. ويمكن كذلك أن نعرف أن موقف الساسة أحياناً ما يتم انتهاك خصوصيتهم عن طريق المراقبة، وهذا يتم تحت مظلة تحقيق الأمن عبر الشبكة. علينا أن نتعاون مع البرلمانيين من أجل أن نخلق بيئة آمنة. إذن علينا هنا أن نقدم الأدلة وأن نعلم الجميع. شكرا جزيلا لك يا أندريت، وأعرف أن جمعيتكم قد قدمت إسهامات كبيرة. هل من آراء بشأن هذا الأمر؟ شكرا لك يا تيريزا. من القطاع الخاص ومن منظور هذا القطاع، نعلم تمام العلم أنه يتعين علينا أن نعمل بصورة جماعية. نحن نؤكد على أن هناك استثمارات هائلة في هذا المجال. التجارة الإلكترونية تتم بصورة كبيرة عبر الشبكة، وبالتالي علينا هنا أن نعرف أن القطاع الخاص يضخ استثمارات كبيرة. لقد بدأت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لأن توضح العلاقة بين اختراق الشبكة وبين تحقيق الأمن عبرها، ونحن كأعضاء للبرلمان علينا أن نسعى للتعاون مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً. نحن شركاء في تحقيق التقدم والتنمية. لماذا؟ لأننا نتحدث عن خلق فرص للعمل، وبالتالي بالنسبة لأي قانون يتم تشريعه وسنه، علينا أن نضع كل هذه النقاط قيد النظر والنقاش. علينا أن نتأكد تماماً من أننا مساءلون، وبالتالي علينا أن نمتثل بالمواصفات الخاصة بالمراجعة والتدقيق بالذكاء السيبراني، وهذا أمر هام من أجل تحقيق الأمن الوطني. في نيجيريا الانتخابات على الأعتاب، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من التعاون حتى يكون هناك آلية للتعامل مع المغالطات وعلى الأخبار المضللة، وبذلك سنضمن تحقيق الأمن الوطني وخلق مزيد من فرص العمل. شكرا، شكرا جزيلا سامويل. إن ما ذكره الزملاء بشأن دور القطاع الخاص هو أمر هام، ولكن دائما ما ننظر إلى أعضاء البرلمان ونؤكد على أنهم قد يكونوا مختلفين، وبالتالي نتطلع للحكومة. لا، نحن هنا مرة أخرى نؤكد على أن التهديدات في العالم السيبراني ذات طبقات ومستويات مختلفة، وبالتالي كل هذه تعتبر بمثابة تهديدات. يتعين على القطاع الخاص أن يشترك، ولكن يجب أولاً على السلطة التنفيذية أن تلتفت وتضع البنية الأساسية، وكذلك فرق للاستجابة لأخطار تعطل الشبكة وغيرها من التهديدات السيبرانية. عندما نتحدث عن منهج يجمع جميع أصحاب المصلحة، فإن البرلمان يعتبر أحد هذه الأذرع، ولكن ماذا عن الحكومة والسلطة التنفيذية؟ مجلس الوزراء والوزراء، جميعنا لدينا مسؤولية علينا أن نطلع بها في صياغة سياسة وطنية من شأنها أن تتعامل مع كل هذه التهديدات. وبالتالي علينا في هذه الحالة أن نفكر
في المعلومات التي نحصل عليها. عندما نتحدث عن الحماية في الفضاء السيبراني، هل نتحدث عن حماية الدولة والحماية من الدولة؟ لأن الدولة لها مسؤولية، عليها أن تضمن تماما أن هذا المجال آمنا للمواطنين، وأن دور القطاع الخاص مهم للغاية، بحيث يتعين عليه أن يساعد الدولة على أن تسن التشريعات، وبالتالي سيكون هناك حماية للمواطنين في استخدام هذه الشبكة بصورة آمنة. شكرا. سيباستيان، لأضيف لما قائل من فهناك مكونا بالغ الأهمية يشتمل على أعضاء البرلمان، وهو الدعم السياسي والرغبة السياسية الحقيقية. أنا أتفهم أن السياسيين أحيانا كثيرا لا ينظر إليهم بعين راضية ولكن أو بأفضل عين، ولكن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ومشاركة الجامعات والأكاديمية بصفة عامة هي التي ستصنع الفارق في زيادة توعية السياسيين ومواضيع السياسات. ومن ثم نحن نتحدث في اللجان البرلمانية والفتحات والمناقشات المفتوحة أن تسمع لجميع الأطراف بالمشاركة، فسيكون هناك تضارب للمصالح بالطبع وتعرض لها، ولكن لابد أن نتوصل إلى توافق. أعتقد أن هذه الحوارات الكبرى ستساهم في طرح هذه القضايا الأمن السيبراني وغيابة، حيث يتم إدخالها في الحوار السياسي وفي الجلسات البرلمانية تصل إلى وسائل الإعلام كذلك. فاليوم بعد حدوث الشيء تذهب إلى العناوين الرئيسية، وبعد حدوث الخطر السيبراني أوقات كثيرة قد يكون الوقت قد فات، ومن ثم لابد من تغيير السيناريو وإعطاء إذن منظور أكثر إيجابية. نعم، ولكن ما ذلك الصومعة موجودة، فهل هناك إذن مبادرات متعددة الأطراف إذن لأطراف المعنية تستطيع التناول مع مخاطر الإنترنت؟ السيد جسم، يا نحن نتفهم أن عدد أصحاب المصلحة الدولية، وسأستخدم غانا كمثال، استخدمنا Freedom Online Coalition كإذن أحد الشركاء الهامين، لأن الفضاء السيبراني بلا حدود أو عوائق، والتعامل مع هذا التحالف الحر استطعنا أن نفتح إذن تواصل للتعبير عن غانا أونلاين، ونعمل كذلك مع منتدى الحوار العالمي لمكافحة الإرهابي، ونتعامل معه من أجل تتبع الحركات بصفة خاصة في القارة الأفريقية بالتطورات في منطقة الساحل الأفريقية والمشاكل. وهذه المبادرة كبرلمانيين وكدولة نستخدمها للقيام بتتبع عبر الحدود للمخاطر السيبرانية، وكذلك خبرائي السيبرانيين العالميين وجماعة أخرى نعمل معهم من أجل نتعامل مع الشمال العالمية الذي قام بوضع البنية التحتية لحماية نفسهم، فنحن لا نحتاج لإعادة اختراع العجلة، ونستطيع أن نتعلم من أخطاء الشمال ونعمل على قصص النجاح. هذه بعض المبادرات التي مجموعة العمل في الأمم المتحدة نحن طرف فيها، وهذا يفتح المجال لكثير من الفرص. هناك جليسي جراس مشروع مع أوروبا، هو مشروع من أجل فرض القوانين، لأن سيكون من الصعب العمل مع شركة تكنولوجيا كبرى وأخذ هذا، بحيث نستطيع أن نتعامل ونصعد الأمور في ظرف الآخر من العالم إذا حدث أي عمل إرهابي. شكرا للحديث عن المبادرات الجيدة لكم ولغانا، وسنذهب إدموند وجوليسي هنا في الاي جي اف. هذا جزء هام من المبادرة متعددة الأطراف،
الأجياف، ولكن ليس فقط الأجياف ولكن كذلك كل المبادرات الوطنية والإقليمية للأجياف من الأهمية نقوم بتعزيزها وأن تشكل جزء من الحوار العالمي حول مخاطر السيبرانية، وهذا من جانبي. إذن طبقتي الأعلى، ولكن بالطبع على طبقة أعلى هي عملية مؤسساتي الخاصة بالأطراف المعنية مثل أيكان وأسماء النطاقاتي والبروتوكولاتي ومعياريها، وكذلك في مجموعة العمل الخاصة بالإنترنت التي تتعامل مع البروتوكولات المستخدمة، ولكن كذلك السجلات الوطنية للإنترنت وغيرها، فكلها عناصر رئيسية. وبناء على ما ذكره وسام، فهناك بعض الأشياء فالتشريعات المحلية لابد أن تأخذ في الاعتبار حماية المستخدمين النهائيين على المستوى، ولكن كذلك لحماية الجزء العالمي للإنترنت، ومن ثم هذا على حول هذه الطبقة والبرلمانيين نستطيع أن نعزز هذه المؤسسات من أجل التعامل مع الطبقة الفنية من الإنترنت. وشكرا لتنا، وهذا كلام من فني وتنظم جيمسون، لك الكلمة. شكرا. سأقول زائد واحد لكل ما زملائي في ITF، ونحن نعزز الITF. لم تلعب أجاف لم تلعب دورا كثيرا في أفريقيا، ولابد من تشجيعها، فكما تعلمون هناك تكلفة كبرى من ناحية القدرات والموارد المالية، ويمكن بالطبع أن تتواجد هنا. واسمحوا لي، هناك ذكر السيد الموقر، أود أن استجاب إليه. السيد الموقر، لقد قلت أن الحكومة هي التي تحضر الفاتورة، ولماذا لا نطالب القطاع الخاص أن ربما للتوضيح ربما أن متحيز غانا، لأن في غانا سنجد فواتير النواب الخاصة لها إذا كان لها متطلبات مالية، وربما تحدث من إطاريا الغنية، ولكن إذا بدك تسمح إذن فواتير خاصة للأشخاص، لأن في نيجيريا هناك العديد من المبادرات مع تشريعات الاتصالات وحتى لخلق إذن مع هذه التشخيصات، فحتى نحن نجلس في جلساتي وبعد ما دير وقبل أن أعمل، فسنجد نجد أن المستوى البرلماني يعطيكم اعتماده. وكذلك هذا من أهمية ما كان ذكرت هذا أندريا. شكرا تريسا، وأعتقد أن العملية العالمية لا نكررها، فهي مفيدة جيدة، عملية تبني قدراتي وعلاقاتي والتعامل عبر القطاعات الفنية والمجتمع المدني والبرلمانيين الآخر. ولكن أعتقد أن على المستوى الوطني نحن متأخرين في إيجاد حوارات فعالة، ولكن ليست إذن بالحوار الفعال من أجل المخاطر الأمنية الهامة ومن ناحية الشفافية، ولكن أعتقد أن القطاع الخاص أحيانا يمكن أن يكون هناك، ورأيت هذا يحدث أن هناك بعض الهجمات يوم المخاطر التي نواجهها، وهجوم على البنية التحتية الخاصة والبنية التحتية للمعلومات الخاصة، والحكومة لا تعرف ما تأتي فتأتي من خبراء من القطاع الخاص للتعامل مع هذا، والجمهوري يتفهم أن هذا جزء من السلام هو عملية توضيح ما هي المخاطر وبناء القدرات من القاع للقمة لتوعية الناس والشركات وكذلك الموظفين العموميين كيف يعملون من أجل زيادة الأمن في الشعب كله. وهذا لا يحدث، وأعتقد البرلمانات لها دور هام في هذا الصدد، لأنها تستطيع أن تيسر هذه النوع من الشفافية وهذه المعلومات المتبادلة، فإن لابد أن نتذكر أن الشفافية جزء أساسي من خلق القدرة على تحمل مخاطر ومواجهة مخاطر الإنترنت.
ترى شكرا مي بترا، اعتقد نقعد نتحدث عن المناقشات العامه، نتحدث عن البرلمان ونضيف اليهم الصحافه وسائل الاعلام، وكما ذكر الزملاء من مختلف النقد العام يكون من المتاخر التدخل بعد حدوث اي ازمه، فلابد ان نثير الاهتمام والقلق من منظور القطاع الخاص، فأن القطاع العام لا يعطي خدمات رقمية بزفتان في أغلب الوقت، والقطاع الخاص ومن معداتي الخاصة والشركات الخاصة بما فيها خدماتي الأمن سيبرناتي، ومن ثم أحيانا لابد أن أتفهم ما هو ممكن فنيا، وهذا يتطلب بعض المعرفة التي لا تتحصى عليها وأوقات كثيرة لا تستطيع القيام بها، ومن ثم في حضر هذا إلى جزء المناقشات السياسية الطبيعية والمسؤوليات. فأنا عجبني فكرة إزالة الأساطير من حولها، و هي الحياة جيدة عندما تكون متصل ومتواصل. سيباستيان، فقط ملاحظة سريعة، لا أعرف أن هذا سيكون إذا مبادرة متعددة، لكن هناك خبرة في باراغواي عندما عملنا مع القانون النموذجي لنقل البيانات التي قام باقتراحها مفوضية الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة، ووضع الأساس من أجل رقمنة الاقتصاد الرقمي والمشاركة المواطنية الرقمية، وكان ممكن لم يكن ممكن بدون حوار بين الذراعين التشريعي والتنفيذي، ولكن أفضل المزيد من الرغبة السياسية لأسرع في التطبيقات، وعندنا نهج شبيه مع تشريعات حماية البيانات التي تم تحت الجي دي بي آر للاتحاد الأوروبي ونبع من سلطات الجي دي بي آر، ولكن الرغبة السياسية تقوم بالتبطيع، وهناك عادة نقوم بتغيير الترتيب ونقانون قبل الآخر، ولكن هذا هو المناخ السياسي يسمح لنا. ولقد رأيت أن أفريقيا والاتحاد الأفريقي كان عندها قانون نموذجي، وأرجو أن تستطيع أن نصل إلى هذا حتى نستطيع أن نطبقه على إطارنا في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. إذن فنعود إلى الكثير تحدث عن اي جي اف كمبادرة بلغت الأهمية، والإطار البرلماني كان رائعا، لأن قبل برلين لم نرى الكثير منكم وزملائكم حولنا، وحقيقة أنكم اعتبرتوا أن الأمر مهم من سفر حتى في حالة بعيد في حالة سيباستيان أن أجيف وأن تقضي الأيام هنا وتشارك، فهذا مؤشر جيد. إذن لا أعرف إذا كنت أستطيع أن أقول لأن سيرينا إذن وراء هذا، ولكن واحد من الأهداف هو أن نقوم بتوعية أفراد البرلمان عن عمل اي جي اف، وإذن أدر ماذا تستطيعون أنتم كأعضاء البرلمانات أن تحضروا أو تساهموا في الاي جي اف. سموان ألف السيدة والأيدة السيدة مية بيترا، نحن متفقون في هنا مكافحة في هذا المنتدى، أن تستطيع أن نتحدث مع إذن أفريقيا وأمريكا الجنوبية ونفس احتياجات حماية المواطنين وتوصل حيانا هناك، ولك ربما كما أشرنا فهذا من الجيد أن نتعلم ما يقوم به الآخرين، وما هي أن أنظمة قائمة لبناء هذا، وكما قلنا الاتحاد الأوروبي مستوى أعلى من دول الأعضاء المنفردة، حيث عندنا قوة تشريعية، هناك البرلمان الأوروبي للقيام بهذا، ولكن ما زال بعض ذكر أن هناك الإرهاب، فربما البرلمانيين يتقبلون بيسر أكثر من أجل تيسير هذا، فنحن نعرف أن مشت جاية، ونجدنا كذلك شباب الأجيف كجزء من البرلمان الأوروبي، ومعرفة أن الموهبة هناك، ولكن
فتبدأ الناس في السن الصغير إذا سيعملون من أجل الخير أو من أجل الشر، ومن ثم فلابد أن نجد هؤلاء الموهوبون ليكون العالم أكثر تشاركا، بدل أن يقوموا بمناع المخاطر والحروب سواء سبرانية أو غيرها أو حروب على الميدان. ومن ثم هذه الأسئلة الأساسية التي نريد أن يطرحها الناس، وأنا بالطبع أثمن الأطراف المعنية وقطعات الأعمال هنا، وبصفة خاصة أن نجد المنظمات غير الحكومية، لأن المنظمات غير الحكومية ليس لها مشاركة ولا يطالب السياسيين أو الأعمال أن تقوم بتوفير شيء آمن نستطيع أن نثق فيه. فإذا كان هناك سؤال من أحد الزملاء أفريقيا يقول هل نستطيع أن نثق في الأنظمة، لا أستطيع أن أعرف الدول الأفريقية، ولكن لابد أن نجد طريقة مشتركة حيث نقوم باستخدام نفس المعدات وكالكثير من نفس البنية التحتية للإنترنت، فلنكون إذن عمل وإنترنت مشترك عالمي، ثم أفكار كذلك كيف نستطيع أن تتحمل دولنا المسؤولية. شكرا لسامويل. شكرا جزيلا. برلين كانت أروع مبادرة بشأن منتدى حوكمة الإنترنت في المسار البرلماني. لقد استطاعت أن تأتي بأصحاب المصلحة المختلفين من أعضاء البرلمان، من القطاع الخاص ومن الشركات، ولكن قبل ذلك لم يكن هناك أي علاقة بين المجتمع المدني أو القطاع الخاص وبين أعضاء البرلمان، ومن ثم نرى أن أعضاء البرلمان كانوا بمثابة همزة الوصل بين الأطراف المختلفة. أؤكد على أن إثيوبيا كانت بمثابة الوحي والإلهام لنا جميعا. لماذا؟ لأن هناك العديد من تلك الجهود المنسقة التي بذلت حتى تأتي بجميع الأطراف، بل أن هذه المناقشات قد أصبحت تدور بصورة سنوية. في العام الماضي أجرينا نقاشا رائعا، وسنأخذ هذا النقاش إلى العام القادم، وبالتالي بدأنا نؤسس لمجموعة من الشبكات. ويستطيع أعضاء البرلمان ليس فقط من لجنة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكن أعضاء البرلمان من لجنة الصحة والتعليم وغيرها، الجميع يأتي من مختلف بلدان القارة، وبالتالي يشاركون بصورة مستمرة في الحوار. نتناقش بشأن القضايا التي أثيرت في هذا المنتدى، نستمع إلى جميع أعضاء البرلمانات الآخرين، ونتشاطر في الممارسات الفضلة. ذكرت من قبل أننا نحاول هنا أن نستمع إلى الخبرات في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وفي غيرها، وبالتالي هذا اجتماع يجمعنا جميعا، نستمع إليهم ويستمعون منا، ونستطيع كذلك أن نتعلم من أخطاء الآخرين. ذكرت على اتفاقية مالابو، لا نستطيع كقارة أفريقية أن نقول أننا نحارب التهديدات السيبرانية ما لم نضع التشريعات والأطر القانونية الملائمة. إن مسألة الإنفاذ في حالة إيجاد أي جريمة وفي غياب تشريع لن نستطيع أن نقوم بعملية الملاحقة القضائية. علينا أن نتأكد تماما من أننا بحاجة إلى أن نصدق على اتفاقية مالابو. في غانا قررنا عدم التصديق على اتفاقية بودابست، وبالتالي قمنا بالتوقيع عليها ولكن وضعنا بعض التحفظات. كينيا قامت بطريقة مختلفة، صدقت على الاتفاقية ولكنها وضعت خارطة طريق رقمية خاصة بها، ولكن بالتالي أرجو من حضراتكم جميعا أن تفكروا في مسألة التصديق على اتفاقية مالابو. شكرا لك يا سامويل.
أهم شيء عندما نأتي بأعضاء البرلمان هو أنهم يتحدثون بثقة كبيرة. أنتقل الآن إلى أندرييت. نعم، نحن بحاجة إلى التصديق على الاتفاقية حتى يتسنى لنا تعديلها بعد ذلك. اسمح لي أن أتحدث عن خبرتي مع أعضاء البرلمان. لقد تعلمت الكثير منهم. الموقر جورج منذ عدة شهور تحدثنا وناقشنا حول رؤية المجتمع للتهديدات السيبرانية ودور الحكومة. الحكومة ترى أن مسألة التهديدات السيبرانية تهديد وطني للنظام. لا، إن الأمن الوطني ينطوي على أبعاد أكبر. عندما أجريت الحوار مع سعادة السيد، تبادر إلى ذهني أن الأمر يتعلق ليس فقط بالبعد الخاص بالأمن الوطني، ولكن نحن كمجتمع مدني يجب أن نناقش الأمر مع الحكومات ومع أصحاب المصلحة الآخرين، وبالتالي كل هذه الأمور تأتي تحت كنف الأمن الوطني و كذلك عدد من الأبعاد الأخرى. تعلمت ذلك بعد الحديث مع أعضاء البرلمان. نحن جميعا أحيانا ما نتحدث مرارا وتكرارا عن الديمقراطية، ولم يكن لدينا منبر يجمع بأصحاب المصلحة، وبالتالي كان علينا أن نفكر في المجتمع المدني، في الحكومات، في المجتمع التقني وفي الجميع. ونعرف أن هناك الكثير من المعارف الموجودة والتي أغفلناها. هناك الكثير من تلك الخطوات التي تمت من كل دائرة على حدة. حان الآن لأن نجمع كل هذه الجهود وأن نتعامل بصورة شاملة وبصورة مركزة، وإلا لن نستطيع أن نستفيد من هذا المنهج الشامل. إن أعضاء البرلمان يأتون بأمور تتعلق بالتعقد الخاص بالديمقراطية التعددية بالحوكمة وبكافة الموضوعات الأخرى، كما أنهم يأتون بتعدد في الرؤى. وبالتالي أعضاء البرلمان يلعبون دوراً هاماً، وأرى أن هذا يعود بالنفع علينا جميعاً. شكراً جزيلاً. أدمون، أود أن أشير إلى ملاحظة. أسعدني أن أرى هذا التطور الحادث في منتدى حوكمة الإنترنت على المسار البرلماني. لقد وجدت أن هناك توازن مع الأيكان ومع مجموعة الاستشارية. منذ عدة سنوات فإن الجاك كانت تجري نقاشاً مغلقاً، ولكن نرى أن هناك العديد من تلك الجلسات التي كانت مغلقة، وبالتالي أرى أنه قد يكون هناك احتياج لهذه الجلسات المغلقة. ولكن الآن أصبحنا نتحدث عن كيفية المضي قدماً. بدأنا نرى العديد من الجلسات المفتوحة، نرى أعضاء البرلمان مشاركين معنا كما هو الحال في هذه الجلسة، بل أنهم يتحدثون عن بعض القضايا المحتدمة مثل الحوكمة. نحن هنا لا نتحدث فقط على الصعيد العالمي، ولكن على صعيد الأنشطة المختلفة، سواء في إطار منتدى حوكمة الإنترنت أو على صعيد الأنشطة الوطنية. ونرى استعداد البرلمانيين للمشاركة على كافة الأصعدة والمستويات. نحن لا نتحدث فقط عن جلسة كما لو كانت برنامج حواري، ولكن نتحدث عن نتائج واستنتاجات ودروس نتعلم من بعضنا البعض. وبالتالي فإن مسألة الأمن السيبراني هو أمر هام، ولكن كذلك مسألة المرونة والقدرة على الصمود وعلى التصدي. والمرونة كذلك لديها هذا المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وبالتالي على صعيد القارة فإن مسألة قدرة المواطنين على التصدي والصمود يلعب دورا هاما، وهذا هو نموذج إشراك أصحاب المصلحة بالتعاون مع البرلمانيين. شكرا جزيلا. لقد تقدمت باقتراحات ممتازة حول كيفية إشراك البرلمانيين بصورة أكثر عمقا في منتدى حوكمة الإنترنت، وهو أمر يمكن أن نفكر فيه هنا في هذه اللحظة، وأن نفتح النقاش مع المزيد من البرلمانيين. سباستيان،
من منظور القطاع الخاص وليس أعضاء البرلمان نرى أن مثل هذا النقاش له أهمية كبيرة. لن تستطيع أن تدير شيئاً ما لم تكن قادر على قياسه، وبالتالي يوجد هناك مؤشر لمرصد البرلمان وهو مؤشر جيد. ومعالي السيد جورج قد ذكر أننا لا نقدم هنا الحديث، ولكن يجب أن نكون قادرين على قياس النتائج. شكراً أدمن. أرى أن منتدى محوكمة الإنترنت قد يكون ملاذاً آمناً للساسة، ولكن علينا أن نتشاطر في خارطة الطريق التي يقدمها لنا. تعلمنا بعد برلين أن وجود منهج يضم أصحاب المصلحة المختلفين من شأنه أن يؤدي إلى فتح آفاق جديدة للقضايا الخاصة بحماية البيانات وغيرها. توصلنا إلى اتفاق في الآراء، وبالتالي فإن مثل هذا الحوار يجب أن يستمر، يجب أن ندفع من أجل تكراره بشأن القضايا الهامة مثل الأمن السيبراني. شكراً يا سبستريان. نترا، شكراً جزيلاً. بالطبع هناك المؤشر الخاص بالأمن السيبراني، وأشعر أنه مؤشر له أهمية كبيرة، وبالتالي يمكننا دائماً أن نتطلع للاتحاد الدولي للاتصالات، ولكن الأمر لا يقتصر فقط على الأطراف الأخرى، ولكن علينا من ناحية البرلمانية أن ننظر إلى إيجاد نقاش مفتوح مع كافة طبقات المجتمع، مع الساسة ومع المجتمع المدني. أعتقد أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً هاماً، وهذا أمر علينا أن نناقشه. نحن لا نتحدث فقط عن مسألة التصديق على اتفاقية دون الأخرى، ولكن أن نفتح النقاش مع سائر أطياف المجتمع. وبالتالي أعرف أن الأمم المتحدة موجودة، وبالتالي تقوم بمهمة رائعة في وضع الأطر الخاصة بالاتفاقات، ولكن نحن من جانبنا علينا أن نناقش الأمر بشأن القضايا الجندر والنوع الاجتماعي، ننفتح مع الصحافة والإعلام وغيرها، وبالتالي أتمنى أن نحقق هذه النتائج. في النهاية أؤكد على أن القطاع الخاص والمجتمع المدني يجب أن يروا أن أعضاء البرلمان هم همزة الوصل من أجل الاستماع إلى أصواتهم. إن المسار البرلماني في منتدى حوكمة الإنترنت يعطينا فرصة مرة في العام لأن نتعامل مع الجميع. أؤكد على إيجاد المزيد من المشاركة والنقاش والجلسات المفتوحة مع العامة. قد يكون هناك طاولات مستديرة لمناقشة بشأن الأمور السياسية، ولكن أهم شيء هو أنني أتعامل مع أعضاء القطاع الخاص والتقنيين في غانا. وعندما أعود مرة أخرى إلى البرلمان في غانا، فإننا سنعقد جلسة مع القطاع الخاص بحيث نستطيع أن نستمع إلى أصواتهم. وعندما نقوم بسن التشاريع لن يتم الأمر على صعيد وزاري فقط، ولكن سنستمع إلى القطاع الخاص وسنستمع إلى وجهات نظرهم بشأن مشاريع القوانين التي نعمل على سنها، وبذلك نحقق تقدما. شكرا جزيلا. إذا كان لم يكن هناك أي إشارة أو رغبة ملحة في الحديث، اسمحوا لي أن أشكركم جميعاً. في البداية السيد إدمون تشونغ مجلس إدارة ICANN ودوت إيجيا، كان معنا السيد سامويل جورج عضو البرلمان في غانا، كان معنا السيدة ميا كومبولا ناتري عضو البرلمان الأوروبي، السيد جيمسون أولوفوي تحالف أفريقيا لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،
لدينا كارلوس باستيان غارسيا عضو البرلمان في باراغواي، وجيمسون أوليفواي من تحالف أفريقيا لتكنولوجيا الاتصالات، وأخيرا أندريات من جمعية الاتصالات التقدمية. الخطوات القادمة للمسار البرلماني للعام القادم هو الإعداد لوثيقة مخرجات تلخص هذه الطاولة المستديرة والعديد من الجلسات التمهيدية التي تمت خلال الأيام الفائتة. وبذلك أود أن أشكركم جميعا مرة أخرى، وأشكر كل من انضم إلينا عبر شبكة الإنترنت والمتواجدين معنا بصورة حضورية، وأشكر فريق الترجمة الفورية ومنظمي المسار البرلماني. شكرا جزيلا، أتمنى لكم أمسية طيبة. شكرا جزيلا.